منتابع صباح الورد عبر راديو ام بي اس. بدي حيي بهذا الوقت دكتوره علا انطار، دكتوره جامعيه وخبيره تربويه. صباح الخير. صباح النور، كيف شكراً، شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله منيحه. اهلا وسهلا فيك عبر الام بي اس. نحن اليوم مع حضرتك بدنا ندوي على المؤتمر يلي المؤتمر التربوي يلي تحت عنوان التعليم من بعد، تحديات وافاق. تحديات وافاق، يا ريت هيك شوي علا ممكن هيك تحطينا باجواء هيدا المؤتمر لنعرف عنه اكثر. اول شيء بدي اتشكرك بترند، بدي اتشكر متابعتكم دائما ودعمكم. وبدنا نحكي اليوم ايه عن المؤتمر يلي حيصير نهار الجمعه بسبعه ايار. نعم. ابتداء من الساعه 10 صباحا اكيد بمبنى وزاره التربيه. بعنوان التعليم من بعد، تحديات وافاق. نعم. نحن بعد اللي عشناه من السنة الماضية وهيدي السنة وشفنا تعرض للتعليم ببلادنا وبالعالم كله يعني، بس نحن يمكن علينا أكثر لأن كان عنا كثير تحديات مش بس الكورونا. قررنا أنه بلكي نناقش هيدي الأشياء مع المدارس والجامعات لحتى نقدر نطلع بعدين ببيلان لنروح على عام دراسي إذا بنسميه أحسن، إن شاء الله يكون أحسن بظروف أحسن من هيك، ونبلش على السكة الصحيحة. سو قررت جمعية التحديث وتطوير التربوي بمشاركة الجامعة الـIU ومؤسسة أمل التربوية تنظيم هذا المؤتمر. حيكون مثل ما قلنا بمبنى وزارة التربية وبرعاية وزير التربية بمبنى اليونسكو. أكيد هذا المؤتمر بتحب أحكي لك عنه؟ أكيد أكيد. حيكون مقسم لست أجزاء تقريبا لأنه حيشاركوا فيه الجامعات، وأكيد يعني بأولهم بنقوله مثل الجامعة اللبنانية لأنه نحن هي جامعتنا الأم. نعم. وحيكون مشارك عدة جامعات خاصة، حيشارك في القطاع الرسمي أكيد، القطاع الخاص، عدة مدارس خاصة حيحكوا عن تجربتهم على الأرض، يعني حنستفيد من التجارب سواء كانت سلبية أم إيجابية وشو ممكن نطور لقدام. حيشارك القطاع المهني، واكيد حيكون شق التكنولوجيا يعني مسؤولين عن قطاع التكنولوجيا بلبنان وشبكه التحول الرقمي. نعم. حتى بظل كورونا ممكن يصير هيك مؤتمر حيكون فيه حضور محترمين الديستانسياسيون، يعني في تباعد بساله كثير كبيره، حيكون في تقريبا 75 شخص، واكيد صار لازم نحن يعني نعمل ادابتاسيون ونقدر نكفي حياتنا لحتى نقدر نطلع بشيء بعدين ما نضلنا مطرحنا. اكيد نحن كثير هالقصص رح نشدد عليها، اكيد حنكون عم نوزع كمامات وحننتبه، وبالاخر يعني نحن كلنا اجيال مفروض بقى نعرف نتعايش مع هذا الجيل وما فينا نضلنا قاعدين ناطرين، خاصه قطاع التربوي مثل ما نحن شايفينه عم يتراجع وصار بدنا شغله لقدام مش لورا، لانه الهدف من هذا المؤتمر انه نحن نطلع بتوصيات للعام الدراسي المقبل، يعني بكفينا الخسائر اللي صارت والمضاعفات اللي حصلت بعد كورونا وبعد الوضع الاقتصادي بلبنان. يعني هلا صرنا عم نقول بدنا نرجع مدمج، ما بدنا نرجع مدمج، يعني الوضع الاقتصادي كمان مش عم يسمع، والاهل بعدهم متخوفين، والاساتذه بعدهم ما اخذوا الفاكسان، كل هذه القصص رح تتناقش. نعم. بالاضافه لتجارب المدارس الرسميه والخاصه والمهنيه اللي هن كثير عانوا انه الشق التطبيقي ما عم يقدر يكون موجود. نعم. وكمان نحن ما بدنا ننسى التلاميذ اللي عندهم ديفيكولتي، هن قديش تعذبوا بهذه الفتره، لانه هن على الارض وفيس تو فيس مع معلماتهم ما عم يقدروا يقلعوا. كل هذه القصص ان شاء الله رح تتناقش. رح يكون في اكيد كلمه افتتاحيه، اول شيء حبلش عارف الحفل، حترجع كلمه الجمعيه. نعم. كلمه مؤسسات امل التربويه، كلمه جامعه الـIU، وعندنا كلمه لوزاره الصحه، لوزاره التربيه، وبعدين لمدير عام اوجيرو لنحكي كيف ممكن تنحل هالقصص مع قطاع الاتصالات، وبعدين حنروح على جلسات مفتوحه، يعني حنبلش جلسه الجامعات، بيرجع المدارس الرسمي والمهني، عندنا جلسات التعليم الخاص، جلسة التكنولوجيا، مداخلات، نقاش، ونطلع بالتوصيات إذا قال راد. يعني حيكون نهارنا طويل، حيكون في بريك بقلبه، أكيد مع مراعاة أنه ديستانسياسيون مثل ما قلتي حدثك. نعم نعم نعم. نعم. يعني فينا نقول أنه هيك نوع من المؤتمرات بيكون بخص الأساتذة والقيمين على المدارس. نعم. والقطاع التربوي، ما هيك؟ نعم. احنا وجهنا دعوة لمدراء المدارس وللأساتذة، والمدراء كان فيهم يشاركوا بشكل متحدثين أو حتى يحضروا، يعني في مدراء حبوا بس يحضروا. وحنجرب نعمل ديسيجن أونلاين، يعني حنطلع نفتح المؤتمر على الريزورس وبعد لنشوف كيف،
بس انه يوصل لاكثر عدد ممكن، وبعدين التوصيات اكيد حيكون نعم توزيعها. نعم قلتي قبل شوي علا انه القطاع التربوي بتراجع، بتخوف هيدي الجملة من أستاذة جامعية وخبيرة تربوية، ليش القطاع التربوي بتراجع جراء جائحة نعم كورونا ولا هنالك أسباب أخرى؟ نعم للأسف نحن إذا بنرجع 3 سنين وأربع سنين لورا كان نظامنا التربوي يضاهي الأنظمة العالمية. كنا نحن نفتخر بأنه عم نتخرج من لبنان، نخرج تلاميذنا من لبنان، مش معناتها أنه بطلنا نفتخر، بس معناتها أنه كل الظروف اللي مر فيها لبنان من السنة الماضية ما قبل الكورونا من أيام تشرين ورجعنا على الكوفيد، ما كنا مهيئين للتعليم من بعد. في عنا كذا مؤسسة يعني يعدوا على الأصابع يلي كانوا مبلشين هني يدخلوا التكنولوجيا على نظامهم التربوي. وللأسف القطاع الرسمي مر بتخبط كثير. نحن كجمعية بعتقد براس السنة بلشنا إحصائيات حول هيدي الخبرية، لقينا في مدارس بالجبال بالمناطق النائية ما بتوصل للإنترنت، الأهالي ما بيقدروا يكون عندهم اشتراك واي فاي، ما بيقدروا يكون عندهم 3G، في ناس ما هم مجهزين كإلكترونيا أجهزة إلكترونية كتابلت أو أيباد عم يدرسوا ولادهم واتساب على التليفون، والمدارس عم تضطر تمشي وتخضع على رغبة الأهل، يعني لا تدريب ولا أجهزة ولا إنترنت. وكان في ناس يعني ما كان عم يوصل، ما كان في عدل إذا بدك، ما كان في عدالة نعم بالتعليم من بعد. أنا ما بدي هاجم التعليم من بعد لأنه أنقذ الوضع، نحن صحيح السنة الماضية عانينا والسنة كمان عانينا من الكهرباء والاتصالات، بس الأستاذ اللبناني قدر يعمل كثير تكيف مع هذا الوضع، قدر يوصل أكبر كم من المعلومات لتلاميذه، علما إنه الأهل لتاريخ اليوم ما عجبهم شيء. بس أنا بدي أقول للأهل اللي عم يسمعوني هلا إنه ياخذ 50% أفضل ما إنه ما ياخذ شيء. وبعتقد الوضع الصحي كان بيفرض علينا نحافظ أول شيء على صحة أولادنا ونخليهم بإطار التعليم شوي شوي، بس القطاع التربوي فقد كثير من مصداقيته لظروف يعني مش بإيدنا. والظرف الاقتصادي كثير فرض علينا قصص، نحن هلا اذا بدنا نرجع تلميذنا على المدارس ما فينا نفرض عليهم صراحه، وبلش من اولاده يطلبوا لا ارتسيه ولا كتب ولا لبس، يعني نحن بنعرف العيال كيف عايشه هلا. فنحن صرنا عم نعمل نحن تكيف مع الوضع العام، مما خلينا نضحي بمطرح معين بالشق التربوي ان شاء الله نقدر ننقذ ما تبقى. يعني قبل نحن كنا عم نشوف نزوح من سنتين من الخاص على الرسمي، لانه الرسمي كان عم يطلع بيطلع بيطلع، كانت الاهل يلي شايفه حالها اقتصاديا منا مرتاحه عم تروح من الخاص على الرسمي، ولا محل انه الرسمي بطل يساعد. هلا بطل بعد يستوعب الكوفيد صح. وبعد تجربه التعليم من بعد يلي كانت كثير مريره على القطاع الرسمي، خاصه ما كان المعلمين كلهم متدربين، رجعنا نشوف نزوح من الرسمي للخاص بشكل خجول، لانه كمان الوضع الاقتصادي ما كثير سمح الا اللي مدرسته تعاونت معه يرد اولاده على الخاص. رجعنا نشوف نزوح، صار عندنا تفاوت بالنزوح، صرنا نحن مش قادرين نعمل نحط يعني نقطه معينه انه نحن شو عم نعمل، نزوح من الرسمي للخاص ولا من الخاص للرسمي ولا الاهل شو بدهم. والرسمي انا ما بنكر انه لازم يتقوى، يعني لحتى نحن نبلش بعام دراسي صحيح وخالي من الشوائب، اكيد ما في شيء خالي 100%، نعم. بس قد ما بنقدر ننفذ مفروض نحن بقى نعمل اجتماعات، نعمل خطه عمل، تتوزع المهمات اذا بدك. انا اكيد مش عم بتعدى على شغل الوزاره، بس ايد واحده ما بتزقف، مفروض التكاتف هذا الموضوع لننقذ ما تبقى من هذا القطاع. نعم علا، لما بيكون في هيك نوع من المؤتمرات اكيد بتتناقشوا من خلاله او بتضعوا هيك المشاكل امامكم بتناقشون، ولكن هل راح بيكون في حلول لهيدي التحديات كلها؟ نحن النقاش مفتوح، يعني نحن بنستفيد من تجارب بعض. اكيد برجع بقول لك مشكله التجارب كانت سلبيه، كان في تجارب ايجابيه، كان في ناس ابتكرت اذا بدك طرق جديده. حتى نحن لما بلشنا نستعمل الاونلاين نحن تعرفنا على تطبيقات جديده ما كانت بتخطر على بالنا، وكل حدا فينا جرب يزيد شيء على شغله، وتبادل الخبرات هو اللي بخلينا نتقدم. اكيد نحن نتمنى نوصل لحلول، بهذا الاطار نحن عم نقترح توصيات، وان شاء الله هيدي التوصيات تطبق على الارض، ساعتها فينا نقول انه وصلنا لحلول. خلينا ستيب باي ستيب عم نعمل اللي بنقدر عليه حاليا، لانه اذا ما تم عرض المشاكل ومناقشتها وتبادل الخبرات ما فينا نتقدم. نعم. لكن بالتوفيق بهالمؤتمر يلي رح ينطلق ب7 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح بمبنى وزارة التربية باليونسكو، وهو برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور طارق المجذوب. بالتوفيق. التوصيات رح ترفع لوزارة التربية لمناقشتها وطرح حلول. نعم. بدي أتشكرك كتير دكتورة علا أمطار، أستاذة جامعية وخبيرة تربوية، شكرا لك وشكرا لانضمامك لنا. موفقين، شكرا.